يقول: رجل اشترى قطعة أرض ليبني عليها دارا له ولأولاده، وبقي عليه أقساط من ثمنها، فهل عليه الزكاة في هذه الأرض؟ لا، الأرض أصلا حتى لو لم يكن عليه أقساط، الأرض التي اشتراها قنية لا زكاة فيها، والتي اشتراها تجارة في خلاف العلماء، الظاهرية يرون أن عروض التجارة لا زكاة فيها، وأنا لا أدين الله بهذا القول، والصحيح كما قال الأئمة الأربعة باتفاق الأئمة الأربعة أن عروض التجارة عليها زكاة، وليس هذا مقام التفصيل، لكن قد قال الله جل في علاه: عموم الذين يكنزون الذهب والفضة، وأيضا عموم الأدلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأيضا حديث الخاص عن عمر بن الخطاب أنه أخذ من الأدم زكاة، والمسألة كما قلنا لسنا بصدد التفصيل فيها للوقت، لكن زكاة عروض التجارة فيها زكاة، الشرط أنه عندما يشتري الأرض تكون النية للتجارة، فإن قلبها للقرية ان هو يبنيها ويعيش فيها لا زكاة فيها، وان اشتراها في بادئ الامر قنية وانقلبت النية بعدها بمدة تجارة لا زكاة فيها ايضا، لا زكاة فيها حتى يتاجر وياخذ المال ويبقى المال معه حولا كاملا فيزكي عليه، فلا زكاة، السائل لا زكاة عليه.